مفيش بيت، مفيش زوجين في العالم مفيش ما بينهم خلافات. ده دايما يحصل لسبب او لاخر، ايا كان السبب. حتى في بعض الخلافات بدون اي سبب، هي مره واحده كده الكهرباء عاليه شويه فيعني قفشوا مع بعض هما الاثنين الزوجين. فسؤالنا بيقول لما بتزعل من المدام او المدام بتزعلك، هل انت من انصار اسيبها لحد ما تهدى عشان نعرف نتكلم، ولا من الناس اللي بتروح تصالحها على طول عشان الزعل ما يطولش؟ زي ما كنا بنقول يا جمانة ان الناس يعني كل زوجين بيكون في بينهم خلافات، مشادات، بيحصل خلافات مادية على مصروف البيت، قلة اهتمام، مواقع التواصل الاجتماعي، حد منهم مدمن لمواقع التواصل الاجتماعي بيؤثر بكل تأكيد على العلاقة، لكن في النهاية بيحصل خلاف. وسواء هذا الخلاف زي ما قلت لحضراتكم كان ليه سبب او بدون سبب، وده الطبيعي بالمناسبة او ده المعتاد ان هو يكون خلاف بدون سبب. فلما ده بيحصل انت بتعمل ايه مع مراتك؟ بتروح تصالحها على طول؟ يعني شوفي كمان حتى الكلام بيؤكد ان هو الزوج هو اللي بيروح يصالح. يعني انا حتى في كلامي عشان بس انا حاسس انك تستعد، يعني الكلام بيقول ان الزوج هو اللي بيروح يصالح. بس انت بتروح تصالحها على طول اول ما المشكله تحصل، ولا بتسيبها لحد ما تهدى؟ ناس تقول لك لا لو سبتها لحد ما تهدى زياده عن اللزوم لا ده انت كده انت كده كبرت الموضوع اكبر، وهي بقى رسمت مشاكل اكبر. صح، مش ده بيحصل؟ انا بسمعك. لا ده بيحصل. يعني شاركينا الكلام. طيب يعني انا مستنيه اوصل لما تيجي تسالني. طيب انت شايفه ايه الصح من وجهه نظرك؟ هقول لك على حاجه. حسب برضو الزعل ايه. يعني انا عندي قاعده كده في حياتي عامه، اللي يزيد عن حده يتقلب ضده. انا بشوف ان انا لو اي عامه اي اثنين ان كان نوع العلاقه، اصحاب، اخوات، زوجين، مخطوبين، اي مكان، لو الزعل ليه رجعه، يعني احنا عارفين الخناقه دي او الزعل ده هنتصالح، يعني مش زي ما بيقولوا كده ايه، مش ديل بريكر، مش حاجه هتقطع العلاقه، يبقى ما نطولوش قوي برده. يعني برده نحاول نحله على طول، اصل طول الزعل ده مش حاجه لطيفه يعني. لكن لو حاجه فعلا انا حاسه ان هي ممكن تكون سبب فان هي العلاقة تنتهي، هنا لازم نقف ونشوف هيبقى في حل ولا مش هيبقى في حل، فللأسف العلاقة دي هتنتهي. لا هنتكلم في الحالة الأولانية إنه في رجع، لو في رجع بقى يا شاذلي. بص بصراحة للأسف الشديد هضطر أتفق معاك في نقطة، للأسف الشديد جدا. طب المشكلة لو صح يعني؟ لا هو مش يعني. بس ما هنرجع تاني هأكد. طيب. بس على السؤال حضراتكم هو لما بتزعل مراتك أو بتزعل مع المدام، هل انت من انصار سيبها لما تهدى عشان تعرف تتكلم، ولا بتصارحها على طول؟ بعيدا عن السؤال ماشي. المعدل بتاع شاذلي، انا هتقبل هذه الصيغه بس نشوف رايك. نرجع لصفحه البرنامج على طول. فاحنا ساعات الستات عندنا عاده كده، مش انا بالنسبه لي يعني ما بحبهاش مع اي حد عامه، يعني ما بحبش حد مثلا يبقى زعلان مني اساله مالك، مفيش. طب مالك او مالك، مفيش. طب ما هو فيه، يعني هو الطريقه باينه انه فيه، طب ما نقول فيه ايه من اول مره، مش لازم نخلص ال 500 مره عشان نشوف نتكلم، يعني هنشوف هنتصرف ازاي. شاذلي بصراحه دي الحاجه الوحيده اللي اتفق معاك فيها. طب ولكن تعالوا على احيانا تعالوا سكه زي ما بنقول كده، مالك انت عملت 1 2 3، لو كنت عملت هنقول انا اسف والدنيا هتمشي، ما عملتش خلاص. ما في فرق بين مالك اللي هي الاستاذ شاذلي بيقولها جنبي دلوقتي، فيه مالك، في فرق بين الاثنين. ففي حاله مالك الاولانيه اللي شاذلي كان لسه بيعملها فاتمنى ان احنا نقول على طول بستخدم مالك اللي انا عملتها دلوقتي دي. اتمنى من زمان في الاعداد دي يجيبوا لنا المدام على التليفون عشان نشوف الموضوع. بس يعني ده في حاله مالك الاولانيه. مالك الثانيه بقى دي بتبقى مستفزه في حد ذاتها. بس انا هقول لك على حاجه، انا واحده من الناس عامه زعلي مش بسهوله ازعل، يعني مش بسهوله اتخانق. ده كويس. لا مش بسهوله خالص، بس ممكن احيانا الموضوع مش بيبقى زعل، يعني انا حد عمل حاجه بسيطه فالحاجه ضايقتك، الحاجه يعني مش عاجباك فبتتضايق، مفيش مشكله. لو الحاجه البسيطه دي اللي قدامي استهان بيها او ما تعملش معاها بطريقه لطيفه، يعني خدها بهزار، خدها بلطافه، طب خلاص طب ما تزعليش، او حتى نعدي الموضوع. احيانا في طريقه بتبين ان انت عارف ان انت غلطان، بس مش لازم تقول انت غلطان، يعني بتبين احيانا. ما هي برضو انت عارفه ان الحاجه دي بتبقى فرديه، يعني في مثلا ست تقول لك لا يعني هي قدرت حاجه زي دي وخلاص، وهي حست ان هو حاسس ان هو غلطان فبيصلحها بطريقه او باخرى. ما هو ده حسب الرصيد بقى، يعني ما هو حسب انت كل شويه بتعمل شخصيه برضو جمان اعتقد يعني. على فكره ده اكيد، وده يعني دي نقطه هنوصل لها، بس هو احنا بنتكلم في هتكلم عن نفسي انا شخصيا. يعني
لكن لو مثلا حاجه تافهه جدا جدا وخلاص يعني ايه التفاهه اللي انت فيها دي، او خلاص يعني مجراش حاجه، او هو انت زعلانه ليه وكل شويه يعني الطريقه دي لو حاجه صغيره تكبر قوي قوي، مش السبب اللي زعلني الطريقه، ولو حاجه كبيره جدا 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 وحسيت ان اللي قدامي فعلا حس ان هو غلطان او حس ان هو ضايقني او حس ان هو عايز يصلح الموقف، لو حاجه كبيره جدا حقيقي ممكن اعديها وخلاص الموضوع ينتهي. في نقطه بقى كمان تانية شاذلي، احيانا في ناس مصالحتها صعبه، يعني انا غلطت في حق شاذلي مثلا، ده طبعا عمره ما حصل، بس يعني لا طبعا يعني طبعا. اجي اقول لك طب شاذلي خلاص ما تزعلش، نفضل نتكلم في الموضوع ساعتين، ما هو انا ما عنديش حاجه تانية بعد ما اقول لك ما تزعلش، يعني انا ما فيش حاجه تانية في ايدي اعملها بعد ما اقول لك انا اسفه او بعد ما اقول لك ما تزعلش. لازم سهله كده في التعامل صح بالظبط، ما في ناس بتقعد تماطل وتطول، فاللي قدامك بيزهق ما بيبقاش عنده طاقه انه يفضل طول الوقت يصالح ومعلش وحصل خير، بعد فتره اللي قدامك كمان بيزهد انه يصالحك اصلا، هو عادي هيزعل دلوقتي وهيقعد شويه وبعدين هنتكلم تاني. فهي الفكره دايما يعني اي حاجه فعلا بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها يا شاذلي، انت بتعمل ايه بقى؟ انا معاكي جدا، بس انا عندي مشكله تانية خالص. انا هقول لك طبعا انا بعمل ايه. مساله الاهتمام طبعا بكل تاكيد غياب الاهتمام بالطرف الاخر بيؤثر على العلاقه، ممكن يعمل مشاكل بدون سبب، يعني ممكن تكون حاجه صغيره جدا لكن عشان الطرفين مش مهتمين ببعض ايا كان يعني، فتلاقي فيه مشكله كده اتفجرت. لكن في بعض الاوقات اللي هو كلمه ما انت مش مهتم، ايوه الكلمه دي احنا بنسمعها صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وساعات نصحى من النوم عشان نسمع كلمه اصلك مش مهتم، اصل انت فاكر مين اللي كانت عامله لك لايك على صورتك وانت في اعداديه. هنفضل بقى نقلب بقى ونطلع في حاجات من اللي هي ايه بتؤكد ان في سبب، في سبب جوهري لمشاكل مثلا معينه، وبنحاول نطلع السبب ده في حاجات من الحاجات اللي هي البسيطه اللي زي دي. على كل إن هو الزعل هيطول هيطول، يعني سواء رحت صلحتها على طول سواء سبتها لما تهدى هو الزعل هيطول هيطول، يعني عشان نكون متفقين. انا بالنسبه لي على حسب الموضوع، انا بالنسبه لي على حسب الموضوع يعني في بعض المشاكل ممكن تكون بسيطه وسهله، واحس انا من الناس اللي ممكن اتعصب بسرعه او مش اتعصب، يعني ممكن اكون بس منفعل شويه وانا بتكلم فيظن الطرف الاخر ايا كان صديق او زوجتي او كده ان انا متعصب، بس انا مش متعصب ولا حاجه، يعني ممكن اكون منفعل بس وانا بتكلم. انا ده شكلي هو ده انا يعني، فهم بيتخيلوا ان انا متعصب فممكن تحصل مشكله بسبب. بس طبعا مع الوقت بقى مثلا مراتي فهمت، صحابي عرفوا ان انا ما ببقاش متعصب اصلا، يعني ده عادي. بس انا من الناس اللي لو اتعصبت كمان بفك بسرعه، يعني مش من الناس اللي عصبيتها بتزيد. فلو الموضوع بسيط والمشكله سهله يعني، يعني خلاف بسيط كده في مواعيد في حاجات من الحاجات البسيطه دي، لا ممكن تتحل على طول، معلش انا اسف، مع اتعصب بس شويه، اصل مشغول، اصل مشدود، اصل الكلام اللي هو لطيف. وفي برده سريعا جدا كده نقطه ثانيه، احيانا اللي قدامك بيبقى محتاج وقت عشان يهدى احيانا، يعني انا مش زعلانه بس محتاجه وقت اهدى. في ناس لازم نحل المشكله، لا في ناس بجد لازم نحل المشكله دلوقتي، يعني احنا خلاص هنتصالح دلوقتي حالا والموضوع هيتحل دلوقتي حالا، لا ما هو يعني خلاص ما هو شويه او حتى شويه وهنتكلم في الموضوع. في ناس بتبقى من كتر عصبيتها بتبقى عارفه ان هي لو اتكلمت دلوقتي هتغلط او هيبقى في ايا كان هيقول كلمه او هتقول كلمه مش قصدها، هم عارفين نفسهم واحنا كمان بنبقى عارفينهم، احنا عارفينهم والناس نفسها عارفين، احنا عارفينها من فتره فعارفين الموضوع ده، فندي الناس وقتها، مش لازم الضغط طول الوقت هنتكلم دلوقتي وهنتصالح دلوقتي وتحكي لي دلوقتي، مش لازم دلوقتي ما وراناش اي حاجه يعني صح. عادي خالص. على اي حال يعني قولوا لنا انتوا ايه رايكم. انا عارف التعليقات كلها تكون جايه في اتجاه واحد يعني، بس خلينا نشوفها بقى اللي هي ايه الاتجاه الواحد؟ خلينا نشوف ان هو كده كده زعل مطول مطول يعني. ما هو انتوا رجاله صعبين بصراحه، سواء اتكلمت في ساعتها او حتى انتوا يعني زعلكم الصراحه يعني صعب جدا، ولا يعني ما علينا، هنشوفها هتروح انهي اتجاه، ما علينا. السؤال المره الثانيه، لما بتزعل مراتك تصالحها في نفس الوقت ولا بتسيبها تهدى؟ ده سؤال موجود على صفحتنا على فيسبوك، اكيد مستنيين اجابات حضراتكم اللي نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.